مرحبا انا يزن خلاوي وهي انا من نابلس وهي البلد تبعنا. بسنه 2010 انا قدمت على برنامج الياس وعملت كل الامتحانات والمقابلات وانقبلت فيه، فطلعت على امريكا وودوني على ولايه بنسلفانيا. هلا احنا بنطلع على الافلام يعني بنشوف الجانب مش كثير منيح من امريكا، بنشوف الجانب السيء، بشعر انه الناس يمكن مش متعاونين او مش مفتوحين كثير لناس من ثقافات ثانيه، فكنت شوي خايف من هاي الشغله انه لما اروح امريكا. بس لما وصلت هناك شعرت انه كثير الناس متعاونين ورحبوا فيي وكثير ساعدوني. قدمت على جامعات كثيره وبالاخر انقبلت بجامعه بريغام يونغ بيوتا، وهي كثير فرحت لما انقبلت عشان كنت كثير بحاول انقبل بجامعه امريكيه، وقدمت من حكام الحمد لله هاي الجامعه، وان شاء الله بدي ادرس هندسه كمبيوتر بجامعه بريغام يونغ، فان شاء الله تفيدني كثير بمستقبلي وتساعدني عشان احقق احلامي.